أبت ولاية توكرت ومواطني ولاية توكرت إلا أن يقوم بحبة تضامنية مع إخوانهم في ولاية بشار من أجل يعني القيام بعمل تضامني بإرسال إعانات من أغطية وخيم و يعني ومواد غذائية. كانت العملية يعني سريعة جدا وكانت ناجحة، والحمد لله تحصلنا على ما يقرب من 3 شاحنات كبيرة، 4 صبر الله، 4 شاحنات كبيرة، وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله دائما نكونوا في هذا، دائما نكونوا يكون الشعب الجزائري متضامن، ونتمنى السلامة لإخواننا إن شاء الله في بشار ونعمة.